تسعى المملكة أو تستمر المملكة في مد يد العون لليمن، حيث تقدم كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، ويتزامن مع ذلك استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاك حقوق المدنيين، وتقف الجهود الأممية صامتة أمام الانتهاكات والعمليات العدائية المستمرة من ميليشيات الحوثي. شتانا بين من يمنح الحياة وبين من يسلبها. في اليمن تواصل المشاريع السعودية تحقيق سبل العيش والتنمية والاستقرار، فيما تواصل الميليشيات الحوثية مسيرة القمع والدمار والخراب. ففي تصعيد حوثي جديد أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن هجوما بزورقين مفخخين للميليشيا قبالة ميناء الصليف بمحافظة الحديدة. أطلاق الحوثيين أمس لزورقين مفخخين واعتراضها من قبل التحالف هو عبارة عن إعلان جديد من الحوثيين لتدشين استقبال للمبعوث الأممي الجديد، أيضا هو تدشين أو إعلان لتدشين مرحلة جديدة من التصعيد وخرق اتفاق ستوكهولم، وهذا دليل على أن الحوثيين يحاولون وما زالوا مستمرين في هدم ما تحاول المملكة العربية السعودية بناءه. وفي الوقت الذي اعتبر فيه التحالف هجمات الحوثيين تهديدا لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، تقف الجهود الأممية صامتة إزاء هذه الانتهاكات التي تنسف اتفاقية ستوكهولم وتحولها إلى ذريعة لشن العمليات العدائية. الحوثيين بعد أن فشلوا في عدم تواصل وصلهم للجنوب ومسكوا في الشمال، الآن يحاربوا بأي طريقة، حاربوا نحن في العملة، حاربوا نحن في المواد الغذائية، حاربوا نحن في النفط. حرام أطفال أبرياء، نساء أبرياء، رجال أبرياء، وش ذنبهم؟ الحوثي يالس يدقدق عليهم، حرب ماسكهم يقصف عليهم، وش ذنبهم؟ وعلى النقيض مما شهده ميناء الحديدة، شهد ميناء نشطون في محافظة المهرة وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتزويد محطات الكهرباء بالوقود والتفريج عن اليمنيين من ويلات ما تخلفه حرب الميليشيا. في أوج التصعيد الحوثي تتعثر المساعي الدولية وتظل طريقها، ويعين مبعوث أممي جديد إلى اليمن، فهل سينجح الأخير في إجبار الحوثيين لاستغلال فرص السلام ووقف إطلاق النار، أم أن الكرة هي نفسها ستعود وتدور وسط حلقة أممية مفرغة، يتساءل اليمنيون. للإخبارية عبد الرحمن بن عطية، المكلا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، نذكر بعض ما جاء في هذا الملف، ملف اليوم اليمن لهذا اليوم، أنه يد تبني أخرى تهدم، والمجتمع الدولي ما زال بالطبع يتفرج على ما يفعله أو ما تفعله ميليشيات الحوثي في اليمن. أيضا جرائم الحوثي الآن في مرمى المجتمع الدولي، ومطالبات بموقف صارم لإنهاء عبث الحوثي في بالتأكيد في اليمن. أيضا هذه الميليشيات هي إرهابية وهي أخطر أذرع الحرس الثوري الإيراني المصنف بالتأكيد على لوائح الإرهاب، وهذه الميليشيات تدير عمليات الحرس الثوري في اليمن. أيضا كان هناك أحاديث من التحالف، من المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية وأيضا التجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر، أيضا استمرار انتهاك الميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية من محافظة الحديدة. أذهب إلى ضيفي من الرياض أستاذ العلوم السياسية بجامعة شقرة الدكتور منيف الملافح. مساء الخير دكتور منيف، أهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر، من المسؤول الرئيسي عن ذلك الآن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير ولك بسم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة التهديد التي تقوم به ميليشيات الحوثي لأمن البحر الأحمر هو ليس بالجديد حقيقة، بل سبقها عمليات قامت بها الميليشيات الحوثية تتمثل في زرع الألغام في جنوب البحر الأحمر، ونحن نعرف جميعا بأنه مضيق باب المندب هو
طريق رئيسي للتجارة العالمية ومضيق مهم لإمدادات النفط والتجارة بين أوروبا وبين القارة الآسيوية والأفريقية أيضا. إيران التي تدعم الميليشيات الحوثية لها أهداف استراتيجية من ضمنها السيطرة على هذه المضايق سواء كان في مضيق هرمز أو في مضيق باب المندب، وبالتالي هذه الميليشيات الحقيقة التي تأتمر بأمرة إيران والتي تقوم بمثل هذه الأعمال ما زالت مستمرة في أعمالها، بالرغم من أن هذا العمل حقيقة يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ويهدد طرق التجارة العالمية. والشواهد والأحداث التي تمت كثيرة حقيقة لا يتسع المجال لذكرها، وآخرها الزورقين المفخخين الذين تم إبطال العملية المستهدفة فيها الحقيقة، وبالتالي هذا ديدن الميليشيات الحوثية وهذه التوجهات الإيرانية التي تصدر الأوامر لهذه الميليشيات الحوثية. نعم، أبقى معي دكتور، أذكر بالعاجل الآن الصحة إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة هجري وأكثر، إذن الصحة إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة هجري وأكثر. أعود إليك دكتور منيف. دكتور منيف، يعني الصمت الدولي الآن والصمت أيضا المجتمع الدولي أو مجلس الأمن، هل يصب في مصلحة التمكين الإيراني في اليمن وأيضا صناعة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار سواء في اليمن أو غير اليمن؟ أستاذي الكريم، إيران تستخدم الورقة اليمنية لمفاوضاتها مع المجتمع الدولي وتحديدا مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وبالتالي ما زالت هذه الأزمة اليمنية والتي مرت بالكثير من التعقيدات والكثير من التدخلات الدولية، ما زالت إيران تعتبر نفسها لاعب رئيسي في المنطقة وتستخدم ورقة اليمن في مفاوضاتها، ولا أعتقد بأنه سيكون هناك وصول إلى تسوية لهذه الأزمة ما لم إيران تحقق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في برنامجها النووي وصواريخها البالستية. نعم، طب دكتور منيف، يعني التحالف ذكر أنه استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية من محافظة الحديدة. سؤالي هنا دكتور، المبعوثان الأمميان ماذا قدما في هذا الشأن؟ سواء اللي من الولايات المتحدة أو المبعوث الأممي، المبعوث من الأمم المتحدة جريفيث. أستاذي الكريم، دعني أذكرك بماذا قدمت الأمم المتحدة منذ نشوب الأزمة اليمنية من خلال مبعوثينها، ابتداء من جمال بن علي وانتهاء بمارتن جريفيث. الأمم المتحدة فاقمت الأزمة اليمنية حقيقة ولم تقدم حلول ولم تضغط على الحوثيين بالشكل الكافي الذي يقود إلى جلوسهم على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل وتسوية سياسية. أنا أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر في هذه الناحية ولا يمارس ضغطا حقيقيا على الميليشيات الحوثية وعلى إيران من ورائها. الأمور الآن تتراوح بين محاولة الوصول إلى حل لإعادة الاتفاق النووي وإنهاء هذا الأمر، وإيران تتعنت في هذا الأمر، وبالتالي هذا له ارتباط بالقضية اليمنية بشكل عام وبالميليشيات الحوثية. طالما أنه المجتمع الدولي يناور ويقوم بمفاوضات وعقد جلسات مع الحوثيين ومع العمانيين ومع الإيرانيين ومع الأطراف الدولية ولم نرى نتيجة، كما يقول المثل العربي، أرى طحنا أن أرى أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، أو بهذا المعنى. نعم. فلا أعتقد بأنه هل المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي قبله
سيصلون إلى نتيجة ما لم يحل الملف النووي الإيراني. نعم، كان معنا من الرياض الأستاذ العلوم السياسية بجامعة شقرة الدكتور منيف الملافخ، شكرا جزيلا لك دكتور منيف على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.